نبدأ يا أولاد فيديو سريع كده عن عملي الجي اي تي، والعملي بتاع الجي اي تي إن شاء الله سهل وبسيط، وكل اللي احنا عايزين نعرفه فيه يا أولاد عشان ننجزه من الآخر إن كل عينة أو شريحة عندك ليها تكة، تعرف دي إيه؟ ده اللي يهمني. بعد كده بقى أي تفاصيل جوه العينة سهلة جدا جدا، أو جوه الصورة سهلة جدا وما فيهاش أي جديد. يبقى أنت كل اللي مطلوب منك دلوقتي إنك تعرف الصورة دي إيه؟ يعني تعرف بس ده ايه الاول، تمام؟ وده بيتعرف عن طريق كلمه او كلمتين تركايه كده هقولها لك ونكتبها مع بعض بالعربي، هتلاقي الدنيا خلصت خلاص. ماشي يا اولاد، تعالى نجري كده ونشوف. اول حاجه مجموعه شرايح او مجموعه صور عينات كده مستقله بذاتها، يعني كل واحده كده لها قصه لوحدها بسيطه. واول واحده من دول يا اولاد اللي هي العينه بتاعت الطنج. الطنج من الشرايح المهمة قوي اللي بتيجي على طول في الامتحان، والشريحة بسيطة خالص أو الصورة بسيطة خالص، لأنه بمنتهى البساطة هو باصص على لسان كده من الجنب، يعني زي ما يكون ده بقك كده أهو ولسانك طالع كده للجنب، هو بقى بيبص على اللسان ده من الجنب. فهتبص تلاقي الشريحة لو هو باعد بعيد شوية كده، أو الصورة لو هو بعيد شوية، أنت شايف حاجة كده طالعة، تمام؟ ولها تو سيرفيس، سطح لفوق وسطح لتحت، تمام؟ حلو. طيب عندنا بقى في اللسان بيتعرف الطنج بإيه؟ بإنه له تو سيرفيس، واحد لفوق كنا بنقول عليه دورزل، واحد تحت بنقول عليه فنترال سيرفيس، أو حتى أنا كاتب عليه سموث سيرفيس. وأكتر حاجة بتميزه إن السطح اللي فوق اللي هو بين قوسين الدورزل بيكون عليه كده حاجات متعرجة عاملة زي المنشار، أو زي ما تقول سطح كده مشرشر بالمنظر ده كده. هو الحاجات المتعرجة دي اللي احنا كنا بنقول عليها لينجوال بابيلي. لينجوال بابيلي يا دكتور، واللينجوال بابيلي بتبان كده من بتبان من بره عادي. هتلاقي صورة عينة كده لسان من الجنب، السطح ده سموس، طبعا بيبقى لونه بنفسجي عشان ده ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، هنشوف شكله حالا. لكن السطح التاني اكتر ما يميزه انه سطح متعرج عشان عليه حاجة اسمها لينجوال بابيلي. ماشي كده يا ولاد، تعال نشوف الصورة مع بعض. الصورة عاملة كده. ده الأول الرسمة أهي. الرسمة عندك بتقول إيه؟ والله يا باشا بتقول إن أنا عندي، هناخد الكف ده كده. بتقول يا أولاد إن أنا عندي آدي السطح الدورزال زي ما اتفقنا، وآدي السطح الفنترال. سطح متعرج عليه حاجات كده مشرشرة اللي هي اللينجوال بابيلي، والسطح التاني بيكون سموث والشريط البنفسجي. في النص طبعًا في الإيه؟ العضلات بتاعت الطنج والكلام ده. تعال نشوف بقى على الواقع. ادي يا عم الصوره في الواقع اهي، حاجه ما فيهاش كلام، ما حدش بيغلط فيها، ما حدش بيغلط في شريحه الطنج. ادي الدورزال سيرفيس اهو، وادي البابيلي اللي بقول لك عليها، والسطح الثاني ما فيهوش بابيلي خالص. يبقى في بابيلي من هنا وما فيش بابيلي من هنا. طب الصوره دي ايه؟ الصوره دي صح بس هي مقلوبه، يعني انا مش عارف هو حاططها كده ليه. هو المفروض البابيلي دي تبقى لفوق عشان تبقى ماشيه مع السيرفيس ده، بس هو حاطها لك لتحت على اساس يعني ما يتلخبطوش مع بعض. يعني ادي منظر البابيلي بالمنظر ده. تعال نشوف بقيه الشرايح اللي موجوده جوه الملف. ادي عينه قدامكم اهي كمان، بس هو هنا مقرب قوي من الحته اللي في النص في الطنج عشان بقى يركز لي على حاجات بيني وبينك هي مش هتفيدني قوي في الشريحه، يعني ان يكون في سيروس جلاند، تمام؟ ميوكاس جلاند، طبعا ميوكاس جلاند بتطلع حاجه عامله زي رغاوي الصابون ميوكاس، فبتبان بين الرغاوي بيضه كده او لون ابيض. السيروس دايما بيكون بيزوفيليك قوي فبيبان كده، تمام؟ والعضلات بتاعت اللسان اهي، الكلام ده مش هيفيدك في حاجه، مش ده اللي هتعرف بيه عينه اللسان، هتعرفها بالحاجات اللي فوق دي. طب انا اقول لك على حاجه، تعال نبص مع بعض على ايه؟ على جوجل. انا كتبت في جوجل طنج هيستولوجي. الصور طالعه اهي، من قبل ما افتح الصور انت شايف كل التركيز على البابيلي. الحاجات اللي عامله بالمنظر ده كده، تعال نخش جوه ونشوف الصور عامله ازاي. مثلا نشوف شريحه زي دي. شريحه جميله قوي. ادي الشريط البنفسجي او السطح، والسطح الثاني الدورزال اللي بقول لك عليه اللي متعرج اللي مليان لينجوال بابيلي. ادي منظر اللينجوال بابيلي. طبعا البابيلي طول ما هي مدببه كده او ايه كونيكال، ده اللي هي الفيليفورم اللي هو النوع الاشهر. انما لو لقيت واحده كبيره كده مكعبه بالمنظر ده كده ومستطيله كده، دي اللي اسمها فانجي فورم، لانه ممكن برضو يقرب عليها زي الصوره دي كده ويسالك ايه نوع البابيلي، فدي دايما يا اولاد اللي هي الفانجي فورم. انما دول كده اسمهم فيلي فورم بابيلي. يعني شايف انت الفيلي فورم بابيلي بيكونوا مدببين كده او كونيكال انشيب، وهو النوع الاشهر. يعني كل لسانك بيكون بالشكل ده ما عدا
ما عدا ايه شويه صغيرين بيكونوا اسمه ده الفانجي فورم بابلي. برضو احنا لو بصينا هنا دي كده الفيلي فورم اهي كتيرة اهي، الفانجي فورم بتلاقي واحدة كده كل فين وفين. ماشي كده يا ولاد، دي شريحة الطنج، بعرفها ان هي سطحين، السطح بيكون عليه البابيلي بتاعتنا والسطح التاني بيكون سموس. مثلا لو بصينا لصورة زي دي، ادي اللينجوال الفيلي فورم بابيلي. طيب لو رجعت للملف بتاعنا تاني، فانت هتبص تلاقي ادي صورة جميلة قوي 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 اللي بقول لك عليه، ادي السطح بتاع الاستراتيفايد سكوماس ابيسيليوم السموس، وده شكل الاستراتيفايد سكوماس ابيسيليوم كما ينبغي ان يكون، شريط بنفسجي. ولو لاحظت هتلاقي الحته البيزل منه بتكون بنفسجي غامق. السبب في كده لان البيزل دي من شابتر السكين كنا بنسميها الاستراتوم جيرميناتيفوم، اكتر حته بتنقسم يعني. المهم ان انت هتعرف ده شكل الاستراتيفايد سكوماس ابيسيليوم، يا ريت ما تنساهوش لاننا هنحتاجه حالا في عينه تانيه. الحته البيزا شريط بنفسجي، والحته اللي تحت منه بتبقى بنفسجي غامق، ده لانها مور بيزوفيليك. ده سطح، السطح التاني بقى عليه البابيلي المتعرجه، البروزات اللي انت شايفها، الحبيبات اللي انت شايفها دي. طبعا لو شاور لك على سهم في اي حاجه من دول هتقول له فيلي فورم بابيلي، انما لو شاور لك على دي هتقول له فانجي فورم، شبه الفطر الفنجس بالمنظر الجميل ده. تمام؟ ادي اهي، يعني حاجه ما فيش بعد كده. ده يا باشا الفانجي فورم وده الفيلي فورم وسلام عليكم، وادي منظر اللينجوال بابيلي والعينه اسمها طنج. طيب ساعات بقى يجيب لك عينه زي دي، هي بصراحه ممكن ما تجيش وبنسبه كبيره كانت بتتلغي، وانا ما اعرفش ظروفها ايه السنه دي اتلغت ولا لا، لكن انا هقولها لكم. هي برضو نوع من بابيلي، بس بصراحه ده ما يديش فانجي فورم. الفانجي فورم كانت واحده كل فين وفين، والباقيين كانوا بيبقوا مدببين او كونيكال، انما منظر المكعبات اللي قدامك دي ده الفوليات بابيلي. يبقى الفوليات بابيلي بتتعرف انها عباره عن مكعبات زي ما انت شايفها كده. طب ليه يا دكتور الشريحه دي بتتحذف؟ لانك لو رجعت للنظري هتكتشف ان الفوليات بابيلي اصلا نوت ان هيومن، بتبقى موجوده في الرابت اللي هم مين؟ الارانب. فهمنا كده يا ولاد؟ يبقى دي العينه بتاعت الطنج، ده منظر البابيلي زي ما احنا شايفين كده. طيب عينة تانية يا ولاد وفي نفس الصفحة كده نرسمها، لو احنا بنبص على شفايف حضرتك فانت هتبص تلاقي الابر ليب نازل كده لا يعنينا في شيء، واسنانك بتكون عاملة كده اهو، وبعد كده دي السنة التحتانية، لكن اللي احنا عايزينه هي اللور ليب، وادي دقنك اهي. اشمعنى اللور ليب؟ انا قلت لكم قبل كده وانا بشرح لكم شابتر الاي، في العين بناخد الابر اي ليد، في الشفايف بناخد اللور ليب يعني الشفه التحتانيه. اشمعنى؟ لانها اكبر من اللي فوق، فانا مش عايز حاجه من اللي فوق دول خالص، انا يهمني الشفه التحتانيه. الشفه التحتانيه زي ما انت شايف شكلها عامل كده، العينه بتاعتك بتكون كده بالظبط، بيكون برضو ليها سطحين، سطح ناحيه بره وسطح ناحيه جوه. هنا بقى في لقطه مهمه قوي، فاكر يا ولا الشريط البنفسجي بتاع الاستراتيفايد سكويموس ابيسيليوم اللي كان موجود في اللسان؟ فعينة الطنج كان بيبقى موجود على ناحية واحدة بس، والناحية التانية كان بيكون عليها البابيلي اللي هي المتعرجة أو المشرشرة. هنا بقى في عينة اللب هتبص تلاقي الشريط ده موجود داير ما يدور، خليني نرسمه بالأزرق كده، شريط داير ما يدور موجود في كل العينة. دي أول حاجة بتميز اللب عن الطنج، إنه برضو تقريبا نفس القطعة، بس بتبص تلاقي الشريط ده موجود داير ما يدور، مفيش بقى لا بابيلي لا هنا ولا هنا ولا في اي حته. حاجه تانية لو ركزت، الحته دي ناحيه بره بيكون فيها هير فوليكل. الحته دي انت لو حطيت ايدك عليها دلوقتي وانت بتسمعني، لو انت طبعا ولد، هتبص تلاقي الحته دي بيكون فيها شويه شعر كده اللي موجودين تحت شفتك. تمام؟ فدول هتلاقي فيه هير فوليكل موجود على ناحيه واحده. زي بقى ان احنا في النص هنلاقي برضو ايه منظر ال 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 الليبيال سليفري جلاند اللي هو رغاوي الصابون. ده عينة اللب باختصار. تعال نشوف الأول في الملف بتكون عاملة إزاي، وبعد كده نشوفها عندنا في جوجل. أدي عينة اللب اللي بقول لك عليها. ستراتيفايد سكويموس، هو فين؟ أهو. ستراتيفايد سكويموس بسينيوم زي ما أنت ملاحظ داير ما يدور. واخد العينة داير ما يدور. لا فيها بابيلي ولا غيره. طيب، ده السطح الخارجي. وده السطح الداخلي، عرفت منين يا دكتور؟
لان السطح الخارجي بيكون فيه هير فوليكل، تمام؟ طبعا انت لو ركزت شويه ممكن تاخد بالك في النص ان فيه ليبيال سليفري جلاند في النص كده. تعال نشوف بقى العينه بتاعتنا دي بيكون شكلها عامل ازاي. ادي العينه بنظرها كده اهو، الشريط البنفسجي اللي كلمتكم عليه موجود داير ما يدور هنا كله على بعضه بالمنظر ده كده. طيب حاجه تانيه، العضلات دي، ده منظر المصل، دي المصل اللي موجوده اللي اسمها اوربيكولاريز اوكيولاي مصل. رغاوي الصابون اللي هو حاطط عليها المربع دي، رغاوي الصابون دي اللي هي الليبيال جلاند. ده انا بقول لك، انا بقى بقول لك ان ده السطح الخارجي، يعني ده ناحيه بره. عرفت منين؟ لان دي هير فوليكل، والهير فوليكل بتبقى اكيد يعني انت ما عندكش شعر في بقك، الهير فوليكل في شفايفك بتكون موجوده على السطح الخارجي، فده المنظر كده. يبقى انا اشوف عينه وقدرت قدامك استنتج هي لب ازاي. طبعا هو هنا ايه بيشرح لك وبيقول لك الدنيا ماشيه ازاي، وادي الليبيال جلاند ميوكاس جلاند اهي، ومش عارف ايه، وادي السطح الخارجي تمام، وادي الهير فوليكل اللي قدامك اهي، الدنيا بسيطه، وادي الاوتسايد وورلد، يا سلام، يعني العالم الخارجي موجود بره اهو. طيب هو هنا قرب شويه من العينه، قرب شويه عشان يوريك برضو الشريط البنفسجي. اي نعم هو رفيع هنا شويه وهنا ابتدى يبقى تخين، مفيش مشاكل، لكن ده منظر الهير فوليكل اللي ده السطح الخارجي، واكيد هنا السطح الداخلي بتاع العينه. كلام جميل. طيب يعني هنا قرب قوي بالزياده، ما اعتقدش دي شريحه كده مهمه. انت لما تقرب قوي كده توريني التفاصيل ما ينفعش، انت لازم تقول لي الصوره الكليه عشان ابقى فاهم ده ايه. انا فاهم ان ده منظر الاستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم اللي انا قلت لكم عليه، وده منظر الجلاند اللي عايز يشوفها اي ميوكاس جلاند، اي غده مخاطيه بيكون منظرها كده يا ولاد، عامله زي رغاوي الصابون، لان دي لما بتتسبغ بالاتش ان دي اي الحتت البيضه دي بتبان، بيبقى جواها ميوكس وبيسيح بالاتش ان دي اي. طب امال ايه المنظر ده؟ ده منظر العضلات، المصل بتكون بالمنظر ده. يعني بصراحه انا شايف عينه زي دي او شريحه زي دي هي صعب تيجي في الامتحان، بس هي ميزتها ليك انها توريك شكل الحاجات بيكون عامل ازاي. ده الاستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم بيكون عامل كده، وادي منظر الميوكس جلاند بتكون عامله كده، وادي منظر المصل في اي حته بتكون بالشكل ده كده فعلا. ماشي كده يا ولاد؟ كلام جميل. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده في جوجل. انا كل اللي عملته يا حاج كتبت ايه؟ كتبت ليب هيستولوجي، تلاقي منظر جميل زي ده. حاجه من الاخر. هتقول لي يا دكتور العينه مقلوبه، يا عم مقلوبه معدوله، ما خلاص ما انت بقيت عارف بقى. ما هو شريط بنفسجي داير ما يدور، حته فيه بتبقى عاديه ما فيهاش حاجه، وحته ثانيه فيها هير فوليك، وفي النص ادي منظر العضلات اهي، يبقى دي الليب. خلاص بقى يعني ما فيهاش حاجه، ادي يا سيدي منظر تاني اهو، برضه الهير فوليكل على ناحيه، الشريط البنفسجي داير ما يدور زي ما انت شايف كده، هير فوليكل على ناحيه، وادي شويه العضلات اللي عندك، ما فيهاش حاجه. لو طلع لك حاجه زي كده، بس هي المنظر ده ممكن يلخبطك شويه مع البابيلي، يعني ايه ما تركزش فيه. ده منظر ده جميل، ادي برضه الهير فوليكل اهي، او لا الهير فوليكل اهي، هي دي كده هير فوليكل، وادي المصل اهي، وادي الناحيه اللي بره، وداير ما يدور لحد ما تجيب الناحيه اللي جوه، تمام؟ يعني ايه المنظر بسيط قوي وشريحه سهله وما فيهاش اي حاجه. الشريحه اللي بعدها يا ولاد انا مش همشي بالترتيب، انا همشي جروب مع بعض، يعني احنا خدنا الطنج والليب، الاثنين قطعه كده ليها منظر قريب من بعض. شريحتين اللي بعد كده بتوع الاستومك، فندس وبيلورس. بص يا ولاد، الاثنين بيكونوا عباره عن شريط. يعني حتى كنت بقول للعيال في البتاع دي، الاثنين عباره عن ايه؟ عن شريط. ننزل كده. الاثنين بيكونوا عبارة عن شرايط بالمنظر الجميل ده، شريط كده وشريط كده، يعني مفيش دايرة بقى، مش لافف كده زي الطنجة أو اللب، لا ده بيكون شريط. الشريط ده مقسوم قدامك جزئين، جزء اللي هي الجلاند سواء فندق أو بايلوريك جلاند، جلاند تكون عاملة كده تمام، اللي هي الفند الجلاند مثلا اللي انا برسمها دي، شريحه الفندس. الفند الجلاند ميزتها انها بتبقى عريضه قوي، واخده معظم القطعه او معظم الشريط، معظم الشريط بيكون الجلاند دي، ولونها على فكره بيكون بنفسجي غامق، وبتلاقي عضلات بس شويه صغيرين خالص كده. ده انت كده حضرتك بتتكلم عن الفندس، بتتكلم عن ايه؟ الفندس. يبقى عزيزي الطالب الفندس هو عبارة عن شريط هو والبيلورس، الفندس والبيلورس الاتنين عبارة عن شريط. أعرفهم إزاي بقى من بعض؟ الفندس معظمه جلاند اللي هي اسمها فند الجلاند،
البايلوراس بقى لأ، البايلوراس الجلاند بتاعت البايلور الجلاند حتى لو رجعت للنظري هتلاقيها أصغر بكتير من الفند الجلاند، لكن معظم الشريحة حرفيا بيكون مصل. العضلات بتاعت البايلوراس بتكون ضخمة قوي عشان تعمل لك حاجة اسمها بايلوريك سفنكتر. يبقى هكتب لك هنا بالأحمر معظمه مصل. حلو كده؟ كلمتين في الجون. فندس بايلوراس عينات شرايط، شريط وشريط. بتعرفهم ازاي من بعض يا ولا؟ والله يا باشا لو معظمه جلاند يبقى فندس، لان الفند الجلاند حاجه محترمه، انما البايلوريك مصل هي اللي حاجه محترمه. تعال نشوف يا عم، ده منظر اهو بصرف النظر ان انت كاتب هنا فندس، شايف ما شاء الله الجلاند واخده قد ايه؟ الفند الجلاند يا باشا واخده تقريبا نص الشريحه ويمكن اكتر. المصل اللي موجوده في الفندس اي نعم هم 3 طبقات بس مش كتير. طب تعال نشوفها على الواقع، في الواقع هتلاقي المنظر كده. فين العضلات؟ هو الشريط اللي مرمي تحت ده. قال لا. والجلاند فين؟ لا شايف الجلاند قد ايه؟ لا فعلا يا دكتور الجلاند بالنسبه للمصل كتيره جدا، ودي طبعا عينه على شكل شريحه يبقى دي فندس، ودي الفند الجلاند اهي. طيب ادي برضه هو هنا مركز لك على الفند الجلاند عشان يوريها لك عامله ازاي. الفند الجلاند اهي طبعا في طبقه عضلات كده تعبانه هنا ماسكولاريز ميكوزا وبعدين الصب ميكوزا وبعد كده العضلات بقى بتاعت الفندس بتكون طبعا كميتها قليله وهو مش مركز عليها. هنا بقى هو مقرب قوي عشان يوريك منظر الفند الجلاند. طبعا انا عارف دماغك هتوديك فين، هتقول لي على ده تانج. تانج ايه يا ولد؟ يا تانج ايه يا ولد؟ يا منظر تانج ودي بابيلي؟ بلاش يا سيدي، هو ده اصلا شريط؟ يا حبيب قلبي التانج بيبان على ده، بص التانج بيبان على شكل عينه زي ما قلت لك بتكون جايه كده ايه بكيرف كده، وبيكون منظر البابيلا على ناحيه واحده والناحيه الثانيه ستراتيفايد سكويموس. ده مش موجود في العينه دي خالص، تمام؟ ده مش منظر ال اسمه دون البابيلي. امال ايه يا باشا؟ ده منظر الجلاند بتاعت الايه الاستومك. وبعدين كمان شوف هي نازله كده وراجعه تاني، ده طبعا مش هيبقى موجود في الايه في الطنج. طيب هنا بقى رسمه البايلورس، انا مش محتاج اتكلم، حضرتك شايف البايلوريك مصل قد ايه؟ كتيرة قوي، وكاتب لك جنبيها بايلوريك سفنكتر. تعال نشوفها في الواقع، ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال. شايف كمية العضلات قد إيه؟ أكتر من الجلاند. بص هي كلمتين هتلف وتدور وهترجع لنفس الكلمتين اللي أنا بقولهم لك، عينة على شكل شريط يا فندس يا بايلورس. العينة دي جزئين، حتة جلاند وحتة مصل، الدور والباقي تعرف مين اكتر. لقيت العضلات كتيره كده زي ما انت شايف يبقى دي بايلورس. لقيت المنظر كده العضلات قليله والجلاند هي اللي كتيره يبقى ده فندس. خلص الكلام. طبعا هنا مركز لك قوي بقى في شريحه البايلورس على العضلات عشان يقول لك قد ايه البايلوريك سفنتر واخد معظم الكلام، في حين ان البايلوريك جلاند كده حاجه بسيطه كانها مش موجوده. وهنا يعني طبعا عينات سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه يعني. مجموعة الثالثة يا ولاد من الشرايح هي مجموعة الجلاند. المجموعة بتاعت الجلاند دي مجموعة مميزة جدا وسهلة وبصراحة من المجاميع الحلوة قوي. وهم عندنا 3 شرايح برضو، أنا مش ماشي بالترتيب، أنا ماشي حسب ما إيه ما الحاجات شبه بعضها. الجلاند عندنا 3 حاجات. في شريحة عبارة عن الباروتد سليفري جلاند. وفي شريحة عندنا اللي هي الميكسد سليفري جلاند اللي هي الصب مانديبولر. سب مانديبولر. وفي شريحه عندنا اللي هي البنكرياس. هتقول لي ايش جاب لي جاب؟ ما دول الاثنين سليفري وده لوحده حاجه. لا يا حبيبي، البنكرياس كان فيه جزء اكزوكراين محترم جدا، والاكزوكراين بتاع البنكرياس كان سيرس بيورلي سيرس. ومين في دول اللي كان سيرس؟ الباروتد. فالباروتد والبنكرياس شبه بعض، انما الميكس دي كان فيها سيرس وميوكس. تعال نعرف كل شريحه من دول بنعرفها ازاي. بالنسبة للباروتت، أولا هي سيرس فبيكون العينة لونها بنفسجي. زائد في سبتة كتير جدا وفيها ضغط. بعرفها بالتلاتة دول، بنفسجي سبتة وضغط كتير، ضغط كتير جدا. البنكرياس لونه بنفسجي لانه برضه سيرس وبرضه فيه سبته، تمام؟ بس الضغط قليله.
يعني تقريبا مفيش ضغط فانا مش هكتبها، لكن اللي فيه ايلتس اوف لونجر هاندز كتيرة. خد بالك، اعرف الحاجة اللي بتميز الشريحة. الباروتيد والبنكرياس شبه بعض، الاتنين لونهم بنفسجي والاتنين فيهم سبتة وهنشوفهم حالا. بنكرياس بيكون فيه ايلتس اوف لونجر هاندز كتير، الباروتيد بيكون فيه ضغط كتير. تمام. طيب نيجي للميكسد. هو الميكسد اصلا ما بيبقاش بنفسجي خالص، بيبقى لونه بينك. معرفش هنا اللون البينك فين، خليه بالاحمر يا سيدي. بيبقى لونه بينك والسبته قليله، بس اعتقد الفرقين دول كافيين جدا وانت هتشوفهم حالا. ميكسد دي يعني ميوكاس على سيرس، فميوكاس ده ابيض والسيرس ده بنفسجي، فالاتنين مع بعض لما يختلطوا مع بعض بيدوا لون ما بين البنين، ما بين الابيض والبنفسجي، فبيدي اللون البينك ده. ماشي يا اولاد، اقرا الكلام ده كويس قوي وتعالى نطبق. بص يا سيدي، جات لي عينه زي دي، الاول ده بنفسجي ولا بينك؟ لا بنفسجي قدامك اهو، ولا انت بقى تروح تلبس نظاره؟ بنفسجي. يبقى اللي قدامي ده يا باروتد يا بنكرياس. طيب في سبته اهي، السبته الحتت دي ياكد لي ان ده باروتد او بنكرياس. فاضل اعرف في ضغط كتيره ولا ايلتس اوف لانجر هاندز. دي كده منظر الضغط، ودي ضغط، ودي ضغط، ودي ضغط، الدوائر دي ضغط، ودي ضغط، ودي ضغط. يبقى دي باروتد جلاند، اللي فيها ضغط كتير باروتد جلاند. منظر تاني اهو، لون بنفسجي باروتد او بنكرياس، في سبته باروتد او بنكرياس، ادي ضغط اهي، وادي ضغط اهي، وادي ضغط اهي، وادي ضغط اهي، وضغط اهي، وضغط اهي، وهي وهي وهي، يبقى باروتد. كلام يعني بص اللي هو ما حدش بيتلخبط فيه، تلخبط فيه بقى حرام عليك. تعال ننزل بقى سريعا كده نشوف بتاعه البنكرياس عشان يبقوا كلهم قدامك. اهي لون بنفسجي يبقى باروتد او بنكرياس، سبته حته المقطعه دي هي السبته البيضه دي، باروتد او بنكرياس. حد هنا شايف ضغط؟ مفيش ضغط. امال فين الايلتس اوف لانجر هانز بقى؟ الحتت الباهته في وسط البنفسجي دي، الحتت الباهته المنقطه هي دي جزر لانجر هانز، دي ايلتس اوف لانجر هانز. حتى انت لو بصيت في العينه اهو، ايلتس اوف لانجر هانز هي الحتت دي، وادي السبته اهي، وطبعا الباقي كله بنفسجي. بس انا مش محتاج اتكلم، انا رميت لك الاول الكلمتين اللي تعرف بيهم ازاي تفرق البنكرياس من الباروتت. كلام سهل قوي اهو. هنا راح مقرب قوي من عينه عشان يوريك اللي لون بنفسجي. اهلا يا سيدي وسهلا، ما قلناش حاجه. تمام. والايلتس اوف لانجر هانز اهي، حتت منقطه كده انت بتشوفها من بعيد وكانها حته باهته، كله بنفسجي وحته باهته كده في النص. مش كده يا ولاد؟ نيجي بقى لدي يا معلم. في لون بنفسجي؟ لو قلت اه يبقى حرام عليك، ده مش بنفسجي خالص، ده اللون البينك اللي بقول لك عليه. البينك اللي بتشوفه ده هو دي الميكسد سليفري جلاند. واللون ده جه ازاي؟ جه عباره عن خليط ما بين السيرس والميوكس. الميوكس لونه ابيض والسيرس لونه بنفسجي، يعني حاجه فاتحه وحاجه غامقه، فالاتنين مع بعض يدوك المنظر اللي قدامك ده. تمام. شوف بقى البنفسجي اهو اللي هو الباروتد، ده المنظر بتاع الايه؟ الميكسد سليفري جلاند اللي هي السب مانديبولار سليفري جلاند، ميوكس على سيرس. وادي المنظر قرب اهو، قرب قدامك عشان يوريك الشكل ده. مجرد ما تشوف اللون البينك ده تحسه فعلا زي رغاوي الصابون بس مديه على لون بينك. ده الميكسد ميوكس على سيرس. ماشي كده يا ولاد؟ المجموعه اللي عليها الدور وهي المجموعه اللي قبل الاخيره واكبر مجموعه، بس بصراحه اسهل مجموعه، مجموعه الشرايح او الصور اللي ليها اليومن. يعني عينه يا معلم عباره عن دايره، الدايره دي هو جزء من الجهاز الهضمي وهو قطعه. يعني هو الجهاز الهضمي زي ما انت عارف، انت بقى حته من التراك ذات نفسه، اسوفيجاس، وبعد كده الاستوما خلاص سيبك منها، سمول انتستن. تمام. وبعد كده اللارج انتستن، هو بقى واخد قطعه. شريحه عندنا مثلا شريحه اسوفيجاس، واخد قطعه وباصص عليها من فوق، هبان لك دايره ولها اليومن، فاهمني؟ لها اليومن في النص، واخد حته من السمول انتستن. طبعا ديودينم غير جيوجينم غير الاليوم، كل واحد من دول صوره. يبقى احنا عندنا اسوفيجاس، ديودينم، جيوجينم، اليوم،
عينه لارج انتستين وعينه ابندكس. الابندكس الزائده الدوديه برضو حاجه ليها اليومن. يبقى العينات اللي ليها اليومن دي جزء اساسي من عينات الجي اي تي. كل الفكره انك تشوف اليومن ايه اللي جوه وايه اللي تحت على طول الايه الشريط اللي جوه. يعني مثلا لو انا مثلا ببص على عينه سهله قوي زي الاسوفيجس اللي احنا هنبتدي بيها حالا. الاسوفيجس يا اولاد بتبقى عباره عن حاجه كده لها اليومن. اليومن بتاع الاسوفيجس عباره عن الشريط البنفسجي بتاع الاستراتيفايد سكوماس ابيسيليا. يبقى تكتب جنب عينه الاسوفيجس شريط بنفسجي اليومن كده، تكتب كده اهو اليومن بيكون فيه شريط بنفسجي اللي هو الاستراتيفايد سكوماس ابيسيليا. تمام؟ طبعا لا مشرشر ولا مش عارف فيلاي ولا مش عارف شريط ازرق، هو الشريط البنفسجي بتاع الاستراتيفايد سكوماس ابيسيليا ده بعرف بيه عينه الاسوفيجاس. ولو نزلت تحتيه بتلاقي فيه الاسوفيجيال ميوكاس جلاند. طبعا مش محتاج اقول لك بتعرفها ازاي، رغاوي الصابون موجوده تحت الشريط ده بس. يبقى هنا ميوكاس جلاند، ادي يا معلم عينه الاسوفيجس. حاجه تاخد بيها عينه لها اليومن، وهذا اليومن مبطن بالشريط البنفسجي بتاع الاستراتيفايد سكوماس ابيسيليا، وتحتيه ميوكاس جلاند رغاوي صابون. تعال نشوف شكلها عينه اليومن. هو طبعا مش شرط يجيب لك العينه كلها كده وتبقى شايف اليومن كله، هو بياخد لك حته من اليومن. فبص تلاقي المنظر كده يا معلم، حاجه في منتهى السهوله منتهى الجمال. ادي اليومن اهو في النص، بعد اليومن ادي طبقه الميكوزا، وقدامك شريط بنفسجي زي ما انت شايف كده. تقول لي ده احمر يا عم، خلاص يعني انت هتموت يعني، بنفسجي احمر، المهم ان هو شريط يا سيدي. والحته البيزل من الشريط بتكون غامقه، ده لان الخلايا دي هي اكتر خلايا بتنقسم جيرمينال، وبيبقى اسمها ستراتم بيزال. فدايما استراتيفايد سكوماس بيسيليا معروف انه بيكون شريط الحته البيزل منه بتبقى غامقه عن بقيه الشريط. طب يا سيدي، المهم ان ده مش باللاي، ولا ده شريط ازرق، ولا ده حرف الواي. خد بالك الحاجات دي جايه، حرف الواي والشريط الازرق والفيلاي، الفيلاي دي بتبقى عامله زي الصوابع كده. لا ده مش حاجه من دول خالص، ده استراتيفايد سكوماس بيسيليا، واليوم الناعم اهو، والشريط قدامك اهو، تحتيه رغاوي الصابون الميوكاس جلاند. يبقى المنظر اللي قدامك ده هو اوسوفيجاس، ما فيهوش كلام. ادي منظر تاني اهو، الشريط بتاعنا استراتيفايد سكوماس بيسيليم، تحتيه رغاوي، تحتيه رغاوي الصابون. طبعا بقيه العينه بقى ما تلزمكش، الماسكلوزا ادفنت مش مهم الكلام ده، انا يهمني الشريط ورغاوي الصابون. انا بقول لك الحاجه اللي تعرف بيها العينه، اي زيادات دي مش بتاعتي. ادي منظر استراتيفايد سكوماس بيسيليم اهو قرب قوي عليه، وادي منظر البيزل لير اللي قلت لك انها مور بيزوفيليك فبتبقى دايما غامقه، وبعد كده بتنزل بعينك تحت بتبص تلاقي الميوكاس اوسوفيجيال جلاند زي رغاوي الصابون. عينه خلصانه وما فيهاش اي حاجه خالص. طيب من ضمن العينات الجميله برضو والسهله انك تلاقي عينه برضو عباره عن ليومن كده، او عباره برضو عن حاجه ليها ليومن دايره كده، وتلاقي عندك بقى شريط ازرق كبير هو اللي موجود في الليومن، وتلاقي دوائر بيضه جوه الشريط الازرق. اللي قدامك ده شريحه اللارج انتستين، اللارج انتستين هي اللي بتبقى كده، اللارج انتستين. اللارج انتستين الشريط الازرق الكبير اللي قدامك ده اللي هي الكولامينر ايبيسيليوم. وليه بيكون جواه دوائر بيضه؟ لان دي اللي بنقول عليها الجوبلت سيل، جوبلت سيل. خد بالك هنا الدوائر البيضه جوه الشريط، انما هنا الميوكاس جلاند تحت الشريط البنفسجي. دي فروقات صغيره. يبقى هنا بعرف العينه دي انها شريط ازرق جواه مش تحته، جواه دوائر بيضاء، والدوائر البيضاء عزيز الطالب بتمثل الجوبلت سيل. تعال نشوفها، ادي المنظر لارج انتستين، منظر جميل، منظر جميل ما فيهوش كلام. شريط ازرق مش شرط يعني يبقى ازرق بار، هو في الاغلب ازرق على فكره، وهو فعلا لونه كده قوي جدا، بس ممكن يبقى مدي على محمر شويه مفيش مشاكل.
الدوائر البيضاء اللي انت شايفها او الدوائر الفاتحه يا سيدي، بلاش ابيض، الدوائر الفاتحه اللي جوه الشريط الازرق دي هي الجوبلت سيل، وده اللي بيفرق العينه او الشريط ده عن مثلا حاجه زي الاسوفيجاس. الاسوفيجاس كان بيكون دوائر بيضاء تحت الشريط، والشريط ما بيبقاش بالحجم ده، يعني استراتيفايدس كوماس ابيثيليوم مش شبه ده خالص، تمام؟ انما ده هنا الفكره مختلف تماما عن اللي احنا ايه، عن اللي احنا عارفينه. يبقى ده منظر اللارج انتستين، وادي برضو نفس المنظر، هنا المنظر بقى بنفسجي شويه. طيب بس السؤال بقى، هل ده يمشي استراتيفايدس كوماس ابيثيليوم؟ لا طبعا، ده المنظر بتاع اللارج انتستين، الشريط العريض قوي ده، والحاجات البيضه اللي جواه دي حتى لو دققت هنا ممكن تشوفها اكتر، يعني لون ابيض هنا باين اكتر، ده اللي هي الجوبلت سيل، تمام؟ انما تحت الشريط نفسه مفيش حاجه خالص، يبقى دي الايه؟ اللارج انتستين. طيب يعني هو هنا مقرب قوي يعني عشان يوريك، طبعا طبقات العضلات والكلام ده مش هتفيدك قوي او مش هتبين لك حاجه، لكن انا اللي يهمني الشريط ده، والدوائر البيضاء اللي قدامنا دي هي الجوبلت سيل. جوبلت سيل موجوده دوائر بيضاء جوه الشريط الازرق، فمنظر جميل قوي. شريحه الابندكس يا شباب بتكون عباره برضو عن حاجه لها اليومن، ومميز فيها قوي الجلاند اللي هي الانتستاينال كريبت، شبه حرف الواي المقلوب. الحقيقه هو مش حاطط لها صور عندكم هنا في الملف، فانا مش عارف هي اتلغت ولا لا، بس احنا ممكن نشوف لها صور كده على مثلا جوجل كده، حرف الواي المقلوب ده، حرف الواي المقلوب ده، يعني ده من الحاجات المميزه قوي للابندكس، بيكون حاجه لها اليومن وفيها حرف الواي المقلوب. يعني احنا قلنا ثلاث حاجات لها اليومن لحد دلوقتي، الاسوفيجاس شريط البنفسجي تحتيه رغاوي الصابون، اللارج انتستين شريط ازرق جواه دوائر بيضاء بتاعه الايه، الميوكاس جلاند، الابندكس بتساوي حرف الواي المقلوب اللي بالمنظر ده اللي بيمثل انتستاينال كريبت. اخر بقى اولاد ثلاث عينات في اللي هي الحاجات اللي لها اليومن، ديودينام جوجينام ايليام. ده عينه الديودينام، انا كان نفسي طبعا ان هو ايه يجيبها من غير الاسهم والحاجات دي. عرفها ازاي؟ لها اليومن وفي صوابع اسمها فيلاي. ديودينام جوجينام ايليام مميزين قوي بالفيلاي. طبعا المنظر ده بتاع الفيلاي ده اكيد يعني اكيد مش اسوفيجاس، واكيد مش لارج انتستين، ولا حرف الواي بتاع الابندكس هتلاقيه. ولو انت يا سيدي شاكك، بص تحت الصوابع دي، انت لو شفت منظر الصوابع دي هتعرف ان دي فيلاي. بص تحتها بقى، لقيت المنظر بتاع رغاوي الصابون، يبقى دي ميوكاس جلاند تحت الفيلاي، يبقى ده ديودينام. الديودينام بيبقى مميز بالميوكاس جلاند اللي موجوده تحت الفيلاي. وهنا مركز لك على اللي اسمها برونرز جلاند، ميوكاس جلاند تحت الفيلاي، وادي منظر الفيلاي اهو، قرب منها قوي عشان يوريك شكلها عامل ازاي، حتت طالعه وداخل طالعه وداخل. فما حدش بقى يمسك فيديو يقول لي ده حرف واي، اهو يا دكتور يا عم الحاج، وانت لو يعني كده هتلاقي كله واي، انما الفيلاي بتبقى زي ما انت شايف طالعه وداخله بالمنظر ده كده. ده كده الصوره اللي قدامك دي تعرفك ان ده ديودينام، او تعرفك معلش ان دي سمول انتستين. انما عشان اعرف بقى ده ديودينام ولا جيجينام ولا ايليام، لازم ابص تحت الفيلاي. لقيت ميوكاس تحت الفيلاي، يبقى ده ديودينام. طيب هوريك بقى منظر تاني. ده ادي الصوابع اهي اللي بيقول عليها، يبقى ده سمول انتستين. في ميوكاس تحت؟ لا يا باشا، مش شايف انا ميوكاس تحت، ده انا شايف ان في دوائر بس زرقاء، دي اللي اسمها البايرز باتشز. ودايما البايرز باتشز من النظري كانت بتبقى موجوده على ناحيه واحده بس، مش على الناحيتين، على انتي ميزنتريك بوردر. يبقى ده الشريحه بتاعتي الاليوم، اخر حته في السمول انتستين. ادي الكور الزرقاء اهي، تجمع من الخلايا الليمفاويه، وادي المنظر الفيلاي. تعالى نمسكها بشكل كلاسيك عشان ما تتعبش. اول ما جات لك العينه لقيت الصوابع بتاعتك دي، يبقى انا يا باشا استبعدت الاسوفيجاس، استبعدت اللارج انتستين، واستبعدت الابندكس. انا دلوقتي في سمول انتستين، يا ديودينام يا جوجينام يا ايليام. بص تحت الفيلاي، لقيت كور زرقاء زي دي اهي، يبقى دي بايرز باتشز، ويبقى العينه اللي قدامك ايليام. امال لو لقيت تحت الفيلاي في ميوكاس جلاند زي دي، يبقى ده ديودينام، والميوكاس دي اللي هي البرونرز جلاند. طيب لقيت الصوابع
والمنظر طلع لك كده، الصوابع بس، لا في كور زرقاء كبيرة على ناحية واحدة ولا في ميوكاس جلاند كتير، اللي ما فيهوش لا ده ولا ده، اللي هو الجيوجينوم، اللي هو يا ولاد الجيوجينوم. الجيوجينوم اهو صوابع وبس، تحت ما فيش حاجة، لا كور زرقاء بايرز باتشز اقول عليها إليوم، ولا ميوكاس جلاند اقول عليها ايه ديودينوم. تمام، بص يا ولاد، منظر كده من مناظر الديودينوم، عينة اهي انا شايف الفيلاي، طبعا عينه لها اليومن، اليومن ده فيه فيلاي صوابع كده، تحت الفيلاي فيه ميوكاس جلاند، يبقى ده ديودينام قولا واحدا. ودي برضو لو انت ركزت على منظر برونرز جلاند وفوقها الفيلاي. تمام، جيت انا هنا بقى كتبت اليوم هيستولوجي، الله منظر جميل قوي، منظر الفيلاي وتحتها الكلاكيع البنفسجي دي حاجه ما فيهاش كلام، ده اليوم بتاع بلاده، والكلاكيع مش هتلاقي داير ما يدور، انت هتلاقيها بس على ناحية واحدة. ادي منظرها اهي، بايرز باتشز. هل ده يتشابه مع ديودينام؟ هل ده المنظر بتاع الرغاوي الصابون ولا لا؟ طبعا. فيلاي كور بنفسجي، انا بقول لك كلام منطقي خالص. طب يا سيدي، تعال نشوف بقى لو كتبنا جيوجينوم. يوجنم في الله على الايه، على الجدار على طول، لا فيها لا كور بنفسجي ولا دواير بيضة ولا رغاوي صابون ولا يحزنون، هي بتتعرف بالاكسكلوجن، ان انت بعدت ده وبعدت ده، ده كده يبقى جيوجنم. تمام، اخر شريحه عندنا يا ولاد شريحه الليفر. طبعا اللي قدامك ده الكلاسيك ليفر لبيول، اللي كان بيكون في النص عندك اللي هو السنترال فين، وبتطلع منه الهيباتوسايت على شكل راديشن كده. فالعينه دي هي حاجه مشتركه، والصوره دي مشتركه ما بين الباثولوجي وما بين الهيستولوجي. بعرفها ازاي؟ طبعا يا ريت يبقى المنظر بالجمال ده، هو مش هيبقى كده قوي يعني. هو انت هتحاول تجيب شكل السنترال فين بانه حاجه بيضه، وهتبص كده وتدقق هتلاقي زي ما يكون اشعه شمس كده، تمام؟ ريز كده من الخلايا طالعه من الحته البيضه دي. تعال نشوفها، وهي على فكره لها صبغتين يعني. طبعا ده منظر من بعيد، فانت يعني دي عينه انت في الطراوه يعني عمرها ما هتجيلك، او ماشي مش هقول لك عمرها ما هتجيلك، هي ممكن تيجي دي لو جت انت يعني، مش عايز تفاصيل هنا، الحتت البيضه دي اللي هي السنترال فين اللي بقول لكم عليه والخلايا طالعه منه، بس انت عشان بعيد قوي فالدنيا مش باينه خالص، بس ما فيش عينه عندنا بالشكل ده يعني، ما فيش عينه عندنا ممكن يبقى منظرها كده يعني، حتى الليفر قصدي بنكرياس باروتد لا هيقرب عن كده. فلو لقيت عينه جات لك في الامتحان نفترض دي وبعيد قوي كده يبقى دي الليفر. طيب لو انت بقى قربت منها شويه، ادي السنترال فين اهو، وادي حدود الكلاسيك لوبيول، الخلايا بقى طبعا انها تبان عندك بقى ومرصوصه كده هي بتبقى صعبه. ده انا عايز اقول لك كمان حاجه، انت اصلا المنظر التقسيمه بتاعت اللوبيول بالشكل ده كده ما بيبقاش في الهيومن، بيكون فين؟ في البيجز او الخنازير، ماشي؟ لكن الحته البيضاء اللي في النص دي بتكون السنترال فين. تعال نشوف يمكن نلاقي شكل اوضح ليه، هو هنا قرب قوي عشان يوريك السنترال فين في النص وصف الخلايا البليتس اوف هيباتوسايت اللي طالعه منه. تمام، البليتس اوف هيباتوسايت اللي طالعه منه، الحتت البيضاء اللي بين الصفوف اللي هي الحتت البيضاء اللي بين الصفوف دي البلاد ساينوسويت. طيب ده طبعا رسمه للكلاسيك لوبيول اللي احنا بنقول عليه، هنا مقرب قوي عشان يوريك البلاد ساينوسويد، يعني دي هيباتوسايت ودي هيباتوسايت واللي بينهم ده البلاد ساينوسويد. تمام، طيب هنا نفس البتاع بس بصبغه الايه، السيلفر. الحقيقه انا بحب الصوره دي قوي، ليه؟ لان هنا انت ممكن تبان لك السان ريز شويه، يعني ده كلاسيك لوبيول وتحس كده فعلا ان الخلايا طالعه منه، برضو ده كلاسيك لوبيول او سنترال فين، وده سنترال فين، وده سنترال فين، وطالعه منه الايه، الخلايا. طبعا خلي بالك انت لو زنقت عليك احمد ربنا ان العينه بتاعت الليفر دي هي اخر صوره عندك. ليه؟ لان ببساطه ممكن اقول لك اعرفها بالاكسكلوجن، يعني ده مش طنج ومش لب ومش ديودينم ولا جيجنم ولا اليوم ولا ابندكس ولا لارج انتستين، واكيد مش استومك،
لا جلاند ولا مصر ولا الافلام دي. يعني انت لو قعدت تقلب في كل الفيديو مش هتلاقي حاجه تتشابه مع المنظر ده نهائي، ولا حتى المنظر اللي قبله اللي هو المنظر البنفسجي. المنظر ده مثلا يعني اللي قريب منه البنكرياس مثلا، لا لا البنكرياس بيبقى بنفسجي والباروتيد بنفسجي برضه. ما هتقول لي الميكس سليفري جلاند الصب مانديبولا سليفري جلاند ما بيبقاش فيها حتت بيضاء اصلا. ما انا قلبت معاك اهو، ادي كل منهجك اهو. يبقى انت لو زنقت عليك هتعرفها بالاكسكلوجن من الاخر. يعني لو انت حسيت يعني ان موضوع ان انت تعرف السنترال فين والخلايا اللي طالعه منه صعب، هو هنا مقرب قوي عشان يوريك السنترال فين ويوريك البليتس وفيباتوسايت اللي طالعه. كلام جميل. نبص برضو هنا، تعال نشوف صور. يعني كتبنا هنا ليفر هيستولوجي، هو بحر الخلايا. منظر زي ده منظر جميل قوي، السنترال فين والخلايا طالعه حواليه. انا عايز انا اوريكم حاجه يعني قريبه من الواقع. يعني ادي برضو ايه ده، السنترال فين، السنترال فين. اه دي جميله قوي دي، السنترال فين، وادي الكلاسيك لوبيول والخلايا طالعه منه. او هنا مثلا السنترال فين والخلايا طالعه منه. انا اعرفها يا جماعه، حد اهو ده مثلا يا سيدي السنترال فين، وهو مشكورا حدد لك الحدود بتاعه الكلاسيك لوبيول. المنظر ده مثلا السنترال فين اهو، والكلاسيك لوبيول المفروض انها بتبقى هيكساجونال او بنتاجونال. منظر كتير قوي يعني، لها صور كتير انت بتعرفها بالسنترال فين والخلايا اللي طالعه منه. تمام كده يا ولاد؟ اعتقد يعني ايه ده برضو ايه اللي عليها البيانات اهي، السنترال فين، وحتى في شويه بلط فيه، والاطراف بتاعتك طبعا. ده هنا البورتال اريا بقى، بورتال اريا اللي فيها البورتال فين والهيباتيك ارتر والبايل داكت. فالصوره دي جميله يعني، لو جت في الامتحان جميله قوي، لان الصوره الوحيده اللي موضحه البورتال اريا اللي بيكون في اطراف الكلاسيك ايه، كلاسيك ليفيو. ده كده يا اولاد مديول الجي اي تي، الفيديو العملي بتاعه. ان شاء الله ما يكونش فيه حاجه ناقصه، ولو في اي حاجه باذن الله ايه هرفعها لكم باذن الله، حتى لو صوره او كده. اتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا، وشوف الفيديو كذا مره وجمع الصور واقعد كده رتبهم. اعمل ورقه كده بتاعتك فيها سكيمه، كل عينه تكتب جنبها كلمتين بالعربي، هتلاقي الدنيا سهله. وان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير باذن الله.